مرحبا بكم، مرحبا بكم مجددا في برنامج كلام الليل. اللقاء هذا عندي الحق تاع ربي مدة نستنى فيه. أنا كصحفي ولا كمقدم برامج تلفزيونية كنت نتمنى أني نعمل معه حوار تلفزيوني. كلموه مرة فريق الإنتاج بتاعي مرتين، رفض الدعوة. بتيتر البرنامج هذاك ما يمشيش معاه. نتذكر وقتها في سكر لي البرنامج وانتقدنا وانتقدني وكان عنده موقف. وأنا نحترم فيه ضيفي الليلة أنه ضيف مختلف على السائد، صريح، نعتبره الأجرأ على الساحة الفنية، هذا من خلال حضوره راهو التلفزيون، أما من خلال أعماله الدرامية ما يتعداوش مرور الكرام. ممثل محترف يتقمص الأدوار بشكل مختلف على جل الفنانين التوانسة. سنسرمو أنا كنت أتفرج فيه يمثل، مرجعيتي في 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 فهم دور الممثل تتغير تماما، لأنه لا يمثل بالحق، الرجل ما يمثلش، تلمو يعيش الشخصية ويتقمصها إلى الدرجة أنك يتبادر إلى ذهنك أنك تشوف في ممثل يمثل أمام الكاميرا وهو لا. هذا هو الخلط اللي تحسه في ممثل وكأنه يعيش معك في الواقع، وهذا سر نجاح هذا الممثل. ومش هذا برك، يعطي رأيه في كل الأعمال بدون تحفظ، ومن حقه، من حق الممثل أنه كما يتقمص دوره ويتقنه كما أنه أيضا يعطي رأيه ويقوله بكل حرية، لا يجيد النفاق، لا يجامل، لا يعادي. و هذيك علاش أنا الليلة معناتها نعمل بالحق على صراحته، ونعتبر من أجمل الحوارات حتى قبل ما نبداها وقبل ما نستقبله مع بعضنا الممثل القدير مهذب أرميلي. مرحبا بك مهذب، شحوين. مرحبا بك خويا، مرحبا. مرحبا بك. مرحبا مهذب، يلا. مرحبا بك مهذب أرميلي. أول مرة باش نعملها ونسأل ضيفي. أيوه. التقديم اللي قلته فيك يجانب الحقيقة وإلا ينصفك ولا ما ينصفكش؟ لا، في برشا إطراء معناها. لا مش إطراء. أنا ما نقولش ضيفي. تعرف علاش؟ هاو باش نقول لك علاش. سامحني خذيت كلمة قبلك. لأنه تشوف في التلفزيونات العربية كيفاش يقدموا ضيوفهم. تشوف كيفاش يكبروا بفنانيهم، كيفاش يعطيوهم قدرهم ويعطيوهم حقهم. أقل حاجة أنه إذا كان هذا تعتبره إطراء فهو من حقك. على كل حال ما لازم كان نشكرك على التقديم. عايش. مهذب، باش نحط لك تصويرتك. هاي موجودة وراك، هاك تشوف فيها. هالشخص هذا شكونه؟ اللي تشوف فيه تو، شكونه هذا؟ مهذب رميلي يحاول أن يكون فنانا ويحاول أن يكون مواطنا قبل أن يكون فنانا. شو هذا تواضع بعد المسير الناس؟ لا بالعكس، أنا نعرفك برشا غرور في كلامي. راه عرفناك من التلفزيون. أي برشا غرور في كلامي بمعنى شنو؟ بمعنى أنه مو سهل أنك تكون مواطن، خاطر استحقاق المواطنة، استحقاق بيسوي. أنت بالضرورة رقم من الشعب، لكن أنك تكون مواطن هذا استحقاق، ومو سهل أنك تكون فنان أو مشروع فنان. قلت لي برشا غرور، معنى أني أنا كنت طامع باش نحقق هذا مزوز ديجا غرور برشا. مغرور في بالمعنى الإيجابي. مغرور بالمعنى الإيجابي. اي الى حد ما، الى حد تعجبك روحك مهذب انت، يعني تشيخ على روحك، شخصيتك انت واللي انت اللي انا نعرفها حقيقيه ماكش متقمصها، تون كومبورتمون مع روحك مع زملائك، عجبتك الشخصيه هذيك؟ اي مقتنع. مقتنع بها؟ مقتنع طبعا. رغم حدتها في بعض الاحيان، مقتنع رغم حدتها. طبعا اكيد عندها اخطائها، عندها اخطائها، وخاصه على مستوى ضعف على مستوى الدبلوماسية. على مستوى ماكش دبلوماسي للأسف. تضعف كي تغلط. بأي معنى نضعف؟ في تقديرك في بعض الأخطاء اللي ترتكبها. تضعف، تقول راني غلطت. أي طبعا. ما عندكش مشكل. طبعا. فوالا، سي تري امبورتون. باهي.
رمضان 2024 باش نسميك الممثل الحاضر الغايب، حاضر بالتصريحات غايب بالاعمال، هذا علاش؟ بون فما برشا عوامل تخليني، هو مش كان انا غايب على فكره، فما برشا ممثلين غايبين في. انت غيابك ظاهر واضح، بلاستك ناقصه. شكرا، ان شاء الله ما يكون زاده في باب الاطراء. لا والله لا، بلاستك ناقصه. اي بون، هذا يعود برشا عوامل. اولا الانتاج، معناها كما لاحظنا انتاج ضعيف جدا. أه؟ على مستوى الكم. خلينا من الكيف. فبالضروره مش معناها مش بالضروره الناس كل تلقى مكان. يعني عيطوا لك ولا ما عيطوا لكش؟ لا. هذا مغزى سؤالي. لا، شو ما عيطوا لكش؟ اشتروا ممثلين رافعين كل رمضان. اي راهو مش ما عيطوليش، معناها ينجم يكون ما عيطوليش، هذا في حد ذاته نجم كان نشكرهم عليه. معناها علاش؟ خاطر ساعات تبدا نوعيه بتاع اعمال ما يعيطلكش، يعرف انك انت ما تنجمش تكون في نوعيه الاعمال هذيك. هذا اطراء، هذا الاطراء مثلا. مثلا اي هذا الاطراء، يعني عده برشا ظروف تخليه ما يعيطليش. معناها اكيد يا اما ما شافنيش، يعني ما شافنيش في العمل، او انه ممكن الظروف تاع الانتاجيه بتاع العمل ما تسمحلوش باش يعيطلي، او يرى انه هو راى انه نوعيه العمل هذيك ما تمشيش معايا. ممكن كيما نجم يكون مقصود التناسي هذا. لا اعتقد بصراحه. لا تعتقد؟ لا اعتقد. يعني اي ما هذا برميلي يزي فك علينا. ما نتصورش انه معناها هم شكون اللي يقترحوا الممثلين اساسا؟ هم المخرجين اكيد. ما نتصورش انه المخرجين والمنتجين زاد. اي خلينا نظريا هم نظريا هم المخرجين والمنتجين والمستشارين. أيوة. وعامل الصداقة والمستشارين زاد. اي انا ديما نحب نحكي نظريا. نظريا هم المخرجين، المخرج هو من المفروض عنده شخصيته، هو يختار الممثلين بتاعه من المفروض. فما نتصورش انه المخرج ما عايدش الممثل بناء على اقصاء ولا مواقف شخصية. هو موجود هذا. انا ما نحبش نغزر المخرجين بالمنظار هذايا، معناها خاطر نتصورهم اكبر من هكا. معناها شو الدبلوماسيه من عندك؟ الفرق بين مقبوله الدبلوماسيه، نتصور ان المخرجين اي ما نعرفش دبلوماسيه ولا لا. لا دبلوماسيه اي ما نعرفش، ما نعرفش في كلامي اسكو فما دبلوماسيه ولا العكس. ولا العكس، ما نتصورش انه المخرجين بتاعنا يهبطوا المستوى انهم يلغيوا ممثل بناء على مواقف شخصيه. ما نتصورش، نتصور انهم يفرقوا بين الفن وبين الحياه الشخصيه. انا مثلا السنه بصراحه تخيلت اني راك في راكوش. بدايتك كانت مع عبد الحميد، معاها التجربه الشله هذيك، كنت بلاستيك غادي. هو بدايتي لم تكن مع عبد الحميد؟ لا مش بدايتك، يعني كمان بدايه عبد الحميد في العمل في النوبه وما شابه ذلك. اي لكن يقعد اختيار، يقعد اختيار. انا متاكد انه عبد الحميد لو شافني في العمل راهو عيط لي. ما بيني وبينك ما تقلقتش انت صراحه؟ هذا كنت اتمنى تكون موجود في رمضان السنه. والله مش برشا، مش برشا بصراحه. لاني انا كنت متوقع. يعني متوقع شنو؟ جاهز، جاهز نفسانيا. جاهز روحك اللي مش بشي. جاهز مش بشي عايتو لك. اي نعرف نعرف. دونك فيها واو. ما متوقع ومنتظر، معناها هما كان عيطوا لي كنت مستغرب. كان عيطوا لك كنت تستغرب. دونك توقعك ما يعيطولكش، دونك ما استغربتش. ريال ما استغربتش، ما استغربتش. اخلاقيا مهذب، يجوز للممثل ديونتولوجيكمون نحكي يعطي رايه في زميله ممثل اخر؟ لا طبعا لا، يعطي رايه في العمل مش في زميله. اللي خدمه زميله. اي بغض النظر، معناها اداء زميل. لا احنا نقيموا الاعمال، ما نقيموش الاشخاص. انا ما نقيمش الاشخاص. احنا نقيموا الاعمال، معناها كي نحكيو على الاعمال ونحن اهلها، احنا اهل الاختصاص، من المفروض ان نقيموا. انت اكاديمي مسرحي دونك ما عندكش من حقنا ان نقيموا. خاطر نسمع ساعات في بلاتوات ان الممثل ما يقيمش، وانه ما نعرفش منين يجيبوا فيها النظريه. معناها المفروض انه احنا الاولى بالتقييم، والتقييم راه مش بالضروره يكون كان في اطار الانتقاد. معناها النجم ساعات نثمنوا حاجات، معناها ونتصور هكاك، معناها ديما بالمنطق النظري، بمنطق المدينه الفاضله اللي انا نعيش فيها. اي بيسو. انه بروكوا با، معناها علاش ما نقيموش ونتجادلوا في الاعمال باش نجموا نطوروا بعضنا. معناها ما فيش استهداف شخصي بتاتا. معناها انت اعطيت رايك مثلا في سفيان الدهش،
قلت لم يتطور في سوبر تونسيا وشيء من هذا القبيل. لا ابدا ابدا. اسمع صوفيان، لا 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 ما عطيتش راي في سفيان الدهش. على ما عطيتش انت بكله، ما ذكرت سفيان الدهش. لا على العمل، على العمل، على العمل. اي تسالت على العمل، على العمل، فقلت انا راني نتابع فيه العمل فوالا، ولكن راني انتظرت ما افضل لاني تابعته عم ناول وشكرته العمل اللي بتاعهم عم ناول. فلاحظت انه سناء انا نجم تقديراتي انه كان مشابه شويه العمل بتاع عم ناول، وانا انتظرت انه يطلع اكثر. بالضبط. شوف شوف سفيان الدهش وراه الغرض، الغرض من الفيديو هذا مش باش ترد عليه ولا باش نعمل عركه، لا لا لا، لا لا فقط باش نشوف راي اكاديمي وراي اخر مخالف كومبليتوم. احنا خرجنا من رمضان وانتهيت الاعمال الدراميه الرمضانيه، يلا شوف الفيديو راجعين. طب يا سي مهذب الرميلي ولا سي فلان ولا سي فلتان، انا راني نخرج الستة متاع الصباح باش نخدم في سيت كوم ولا باش نخدم في مسلسل ولا باش نخدم في كذا، ونعطي من من بدني ومجهودي وطاقتي ونحاول قدر الامكان اني ننجح في الدور هذاك. راني مانيش ماشي معناتها نعمل في ما نعرفش، باش تجي انت قاعد على كرسي متك على جنب تعمل في زوز سواقر وقهوه باش تقول يعيد نفسه ولا يعيد مي كلم، هذا الكل ما يقلقنيش راه، فهمتني؟ اللي يعني انا متجوز وانا اكبر منه عمر. وهذا ريت اللي قاله سفيان، اما فهمك بالغلط او انت ما قصدته صحيح، حاجه من اثنين. اي انا سمعت خاطر ليش ذكروش هذوما متواصلين يا مهذ، كل ما تعطي رايك في فنان يطلع لك مغادي تك. هو انا سمعته وهو انتم قصيت شويه، خاطر هو قال انا اكبر منه في عمره وفي التجربه و... قال اي قال صحيح مش صحيح، وفي الحجم سفيان مش مشكل معناها، مش مشكل. ما نعرفش من جاب اللي اكبر مني في التجربه معهم شو عندنا فيه. على كل حال واتصلت انا بسفيان راه كلمت صديقي سفيان طبعا اتصلت بي بعد تصريحه هذا، بعد تصريحه هذا اتصلت بي وقلت له سفيان، خاطر انا ما فهمتش، انا ريتها من نهارتها مع بعض ياكل في بعض في بلاتو وفما حتى سكون وقتها في بلاتو وقال خاطر هما جبدوني انا وجبدوا الممثل القدير لامين نادي ومن بين سكون في بلاتو ما نسميهمش، قال على الاقل لامين عامل نجاحات معناها مش كيما هذا برميلي معناها وفما شكون شخص اخر زاد معاهم في بلاتو وقتها قال انه كل رمضان يدور من بلاتو لبلاتو وينقد في الاعمال وينتقد في زملاء فما فهمتش انا علاش هما يعملوا هكاك اصلا، ما نستحضرش روحي انقدت الاعمال مجرد انه تعبير عارضيه. وقت سالت على العمل اللي بتاعهم قلت راني متابع للعمل وانا شكرت العمل، شكرت العمل اللي بتاعهم عم ناول، ولكن راني انتظرت ما اكثر معناها ما نعرفش اني انا كنقول راني سقف توقعاتك ولا كبير. راني استنيت ما اكثر، حسيت بكانهم يعاودوا شويه في رواحهم، انتظرت ما اكثر يضرني اذا حاجه ايجابيه معناها راك متوقع قادرين علاش يكون هكا، ما نعرفش حساسيه ما نقبلوش النقد، حساسيه من نقد، حساسيه من مهذب، فكرة عامة انه ما يلزمكش تنقد، يلزمك ديما تصفق، تربية من الصغر على التصفيق، ما نعرفش. لا هو تربينا من الصغر على التصفيق. اي نعرف. من الصغر احنا متربين عليه شيء. نعرف. كلنا. مانيش عارف الأسباب، فأنا اتصلت قلت سفيان شبيكم لاباس معناها. فهمتوا؟ قال لي شوف ما هو هذا اللي لا لا هو صديقي سفيان يقعد، لكن قال لي راه ما عداو اللي عداو مكتوب اللي انت قلت هكا، قلت له انت قلت له انت سمعت الفيديو، قال لي لا، فلمت عليه كيفاش يعمل موقف ما بين ديسكور رابورتي من حكايه اي معناها ما هو الغالب هكا ساعات انت بعض القنوات وبعض الاذاعات ياخذوا كلام ويحطوا عنوان هكا زعما طبعا للاثاره وكذا للاثاره من عرفش ونهيجوا فلان على فلان وتصير انا نتصور لكن سمع هو والفريق اللي معاه الكل لو كان سمعوا الفيديو انا كيفاش قلت يعاودوا كانوا يعاودوا في رواحهم انا علاش قلتها وكيفاش قلتها في انا السياق قلتها ما نتصورش كان قالوا الكلام هذاك واضح باش نعطيك فيديو واحد اخر ما يسالش ممثل غايب في رمضان ايضا ونشوفوا شنو اللي قال طب فنان ما خدمش عيطوا له في البرامج الكل وليه القوه فيش هو مشى باش يحكي على الحاجات ما عملهمش فنان مثقف راه مره مثقف برشا مره عنده ما يقول في مخه هذيك القوه فيش هذيك اللي ضربني ما خدمتش خويا قدر هذا الروك شد ديرتك تفرج وكا هو شال عم جلي اللي من بعد ولا ليه يا خويا يمشي هكا يحط الحتة ويحط برفا ويمشي ويحضر تكست ويسالوه يقول له ما خدمتش انت تعرف طريقة لطفي العبدلي تعرف طريقته في الرد وفي التفدليك ساعات
وانت جاوبته مهذب. طبعا. بيه. وعرفته على طريقتي. بيه. مش كانت قاسية شوية طريقة الرد نتاعك زاد انت مهذب؟ كلمة زود تحب تعديه وعديه. اه؟ كنت تحب تعديه وعديه، نتصور على كل حال حتى نجم تكون قاسية لكن محترمة أكثر بكثير احتراما من الطريقة هذه. اه والرد. عياني مش فاهمك. أما حل مخك. كيف يبدا فنان مهم حاشاك؟ فنان مش مجرد فكاهي. يولي غيابه عن الأعمال الدرامية يتسمى حدث أهم من الأعمال الدرامية اللي اتعملت. هك علاش وسائل الإعلام يعيطوا له، لأنه حضوره مهم، يقدم إضافة. كان فهمت هذه، حاول فهم هك الغشاشة اللي تفاعلوا مع الضمار. كان هذا رد، ورد قاس. فيش قاس. تربطت شوية، ما أنت اسمعني اسمعني. توا شخصية لعبها لطفي في مسيرته في عمل كوميدي من أعماله يضر لي في وين العب في شوف لي حل ولا يعني ربطت بين شخصية لعبها لطفي العبدلي في كذا وبين ردك الشخص يعني هو يعني لا عادي عادي لا بالعكس نربز بيه هو ما عندوش قلق راه معناها كي قلت ذكرته معناها جست عادي حتى في الدنيا نربز بيه نقول وميدو عادي هو ما عندوش ما يتقلقش من الموضوع ويعرف انه شخصيه ونعرف اللي هي شخصيه يعني نتصور انه محتوى الفيديو اكثر من كلمه ميدو ما نعرف شنو اي انا اللي يهمني هو محتوى الفيديو اللي يبدو لي انه هو التقط الرساله بالقدا وفهم المحتوى بتاع الفيديو وبارك الله فيه انه هو نحى الفيديو بتاعه نحاه هو يعني ما نحيتش انت بعد ما جاوبته انا نحاه علاش ما نحيتش انت انا كنا نعمل حاجه ما نترجعش مش كيف هو مهذب علاش صحيح والله اللي نشد صحيح يعني تو هو قاعد على روحه لا سامحني تو هو قاعد على رويحته ما لقى ما يعمل يدخل في خشم لطفي العبدلي لطفي العبدلي ولا اليوم لطفي عليه يدخل في روحه في حاجات ويحكي بطريقه هو يعرف بالقدا لطفي يعرفني شخصيا ويعرف انا بالحق اعيبه على الزمن اللي خلى لطفي العبدلي ينجم يتجرأ ويوجه لي انا الكلام بالطريقه هذيك ماذا شو بغض النظر على علاقتي به وعلاقتي به طيبه راه لكن انا مانيش فاهم علاش هو حب يعمل هكاك الحكايه حب ينكت المره الجايه يحب ينكت في حاجات في مستواه معناها إيه ما باش ما نقعدوش زاده يا مهذب في لطفي راهو الكلام اللي قاله لطفي برشا من زملائك الفنانين يقولوا في التريكن لطفي واجه وقال اي على الاقل هاني جاوبته حتى شجاعه معناتها اي هاني جاوبته حتى جاوبته طبعا يستحق اني نجاوب الجواب هذاك وبارك الله فيه اللي هو نحى الفيديو واضح والمره الجايه يثبت باش ما عادش يعمل حاجات ويندم عليها وصفت مسلسل فلوجه بالخطير على الشباب يا مهذب راهو عمل درامي هذا عم ناول راه اه عم ناول عم ناول ولا مش عم ناول اه السنا رايك تبدل لا 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 السنا ما عطيت حتى راي نقعد في عم ناول خاطر انا نقول راي مره باه لا قلت في موزايك مع هادي زعاي مره اخرى قلت لا قال لي تحافظ على نفس الراي قلت حافظ على نفس الراي اي لكن ما عودش زيد ما يطلبش الموضوع نعاود نحكي فيه مرتين لا جوست القوس هذا راهو عمل درامي راهو نص مكتوب خيال كاتب سيناريو راهو لا يترجم باي شكل من الاشكال باي حال من الاحوال صوره متطابقه مع الواقع حتى وان تطابقت علاش ولا ما انت نتفرج في فلوجه معناتها هذاك ينجم يسيء للشباب ويضر الشباب انت موجود هو مش هذا به اعطيني مساحه تو نعاود نفسر فسر لي ميساج اشكاليتي مع فلوجه ليست على مستوى السيناريو اي وان كان السنا يبدو لي انا ما تابعتش برشا لكن نجم من القفه نفهم العشاء يبدو لي البناء الدرامي عم ناول كان متماسك اكثر ولا على مستوى التمثيل ولا على مستوى الاخراج متفقين السوسن اللي انا اشهد بان مخرج متميز وهذا قلته ولا جرمت طرح الموضوع انا مع طرح المواضيع هذيك مشابه لكن طريقه الطرح خلافي في طريقه الطرح هي مخرجه هي القادره على انها تطرح بالشكل اللي هي وانا من حقي اني ننقد طريقه الطرح انا قلت انه طريقه الطرح هذه تمثل خطر على الناشئه لانه اليوم هما قدمونا اولا الصوره اللي فيها برشا مبالغه باش نكونوا واضحين فيها برشا تكثيف على الاشياء السلبيه اللي تقع في الوسط المدرسي فيها تطبيع عند المتقبل مع ظواهر حتى ان كان موجوده هي مستهجنه لكن انك تدخلها انت للعائلات
وتولي تطبع المواطن معها يولي يتقبلها والشاب يولي يتقبلها، ثم الباركور بتاع الشخصيات هذيك اللي تبني له باركور تراجيدي، بمعنى انه قام باخطاء ويتحمل مسؤوليته في الاخر، لكن راهو كي تجي تشوف مش هو اللي يتحمل مسؤوليته، العائله والمنظومه التربويه اللي تتحمل المسؤوليه. يعني انت خرجته بطل تراجيدي، الشيء اللي يخلي الشباب يكمل يتعاطف معاه، هالنماذج هذه اللي حطيتها انت للتلميذ الشاب يتعاطف معه. قلت انا راهو هذايا من اجتماعيا بيداغوجيا راهو يمثل اخطر على الناشئه في طريقه التقبل والتفاعل، ونعرف ايش قاعد نقول. ما جادلني حتى حد في المجال هذايا، خليه هذا على شيره ومشيوا على اساس اني انا ننقد في عمل لاني انا ما كنتش فيه ولاني انا ما مثلتش وكل من درسوه وكل من تعرف هذاك اللي عنده حتى معنى رمضان ومتاع ما عنده حتى معنى الكلام اللي قاعد نقول فيه. تمنيت انه مختصين في علم الاجتماع يناقشوني فيه، انا نعرف ايش قاعد نقول، نعرف الاثر الدرامي هذاك. واخطاونا بالله من اني انا مخرج نعمل اللي نحب، راهو اليوم هذيك البرودوي قاعده تتبث للعباد، راهو كيفك انت كيما معمل الطماطم مثلا ينجم يعمل لي ماده طماطم وصارتنا قال شنو، قال حر يا خويا معمل بتاعو خاص، كنت تحب ما تشريش. اش معناها تقول لي كنت تحب زابي؟ وهي معنى غدو انت عمل لي طماطم وصارتنا وقول لي كنت تحب ما تشريش. انت اليوم تعمل لي في ماده دراميه مسرطنه، عندي حق باش نقول لك ستوب، راه فما خطر، راهي طريقه مش هكا. راهو هذاك راهو خاطر احنا مازلنا مشكلتنا نتعاملوا مع المواطن، تكوين المواطن على اساس انه وكلوا لبسوا يا ولدي، وكلوا لبسوا وكيف كيف قاعده تغذي له في الروح وقاعده تغذي له في المدارك الذهنيه والعقليه وقاعده تكون في مواطن انت متكامل. فهذاك بالنسبه لولدي انا انت قاعد تعدي له في ماده مسمومه بحسن نيه، مانيش غادي انا يعني مش بضروري يكون بسؤونيه. لكن راهي مسارتنا، وكنقول لك راهي مسارتنا وانت تشد صحيح وما تناقشنيش في الموضوع نولي نشك حتى في النيه. اي تولي تشك في النيه بيانسير، تولي بيانسير نولي نشك في النيه. تعطيني في ماده مسمومه تحب لي نكلها بيانسير، نجم نقول انه ربما هذا اشتغال على بناء نمط مجتمعي اخر مخالف. ونعرف انا هاني انا نقول لك راهو اخطر انا وانت ماكش قاعد تناقش فيا. واضح فما نمط مجتمعي هذا راهو نحكي في حاجات راهو من المفروض انا تمنيت انه بالحق تحل عليه دي ديباك كبار، معناها راهو نحكي في حاجات نجم تمس حتى السلم المجتمعي. اتونسيون لي سوسيولوج فما ظواهر مش عاديه، لي سوسيولوج وينهم نورمال، فما ظواهر مش عاديه. راهو ثم بعض الظواهر اللي قاعده تصير توا حقيقه مش دراما في الوسط المدرسي وصارت اخرتها ظاهره قبل العيد بنهارين راهو بجمعه، راهو يلزم العباد تقعد عليه بالحق وبلاتويت تحل عليها. راهو قاعدين نحكيو في نمط مجتمعي قاعد يتقلب، وهل احنا جاهزين للقلب هذيك ولا ماناش جاهزين، ولا الشيء مش شفت منه نقعدوا فرايجيه ونستثمروا وقتها، نولي نعملوا الاستثمار الدرامي خاطر الشيء ذاك يعمل البوز ويشد الناس وندرى شنو. فما مسؤوليه، الفن مسؤوليه وطنيه قبل كل شيء. باركونتر عجبك باب الرزق؟ اسلمهم واخيرا اسلمهم واخيرا عجبتك حاجه يا مهذب؟ اسلمهم مش ترو كلاسيك. لا خاطر نعرف زاد، شوف ايش نقول لك حاجه، راهو مش والله راهو قسوه من باب المحبه، من باب غيرتي على الميدان ومن باب غيرتي على القطاع ومن باب غيرتي على زملائي اللي البعض يعتقد اني انا عندي مشكله شخصيه معاه. لا 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 بديت وانا كان غبي باش يتصور انا ومهذب عنده مشكله مع فلان وانا مستحيل يكون عندي مشكله مع شخص، مستحيل هما هكاك يتصوروا. ونعرف راهو زاد لازم نتفهم غيره الانسان اللي يبدا خادم في عمل ما يحملش فيه انه شكون نتفهم هذايا، لكن ركز معايا، راه مش مشكلتي معاك، راه انا مشكلتي ومش مع العمل زاده، راه انا نحب نكون انا وياك نحب نكون افضل، نحب نبنيو للاحسن. هذاك علاش انا ممكن نتعامل بشويه انفعال مش افتعال، انفعال من باب الغيره على الميدان والغيره على القطاع. هذا هو ما ننساش زاد ظروف الانتاج، مثلا متاكد انه الاعمال كيما باب الرزق لو توفرت له ظرفيه انتاجيه اكثر مريحه كان يكون افضل. مليار دوات اكثر من هكا ما امكانياتنا زاد على ما هذه المشكله، الامكانيات الماديه وامكانيات الوقت زاد. امكانيات الوقت بالضبط اكزاكتوم، لكنه عمل محترم وكان بالامكان انه يكون افضل بكثير. خلينا نقلب معك شويه حوار اخف شوي يسيني من رمضان يا سيدي. لو كنت مكان محمد علي النهدي تحكي على تفاصيل مرض والدتك والا حياتك الخاصه والا تقول بابا حب ينتحر في يوم ما، هو حر كل واحد واختياراته. انا نحكي عليك انت لو كنت مكان ما لقيت وين تحطني. لا ابدا لا، ما انا ما نحطش روحي في مكانه، هو حر، هو شخص لا هو حر متفقين. لو انت كنت في مكانه تفعل ما قام به محمد؟ انا رافض فكره اني يكون في مكانه اصلا. اي لو كنت مكان منصف العجنقي تقبل جائزه افضل ممثل مساعد؟
اللي ما لا شوف فما عندنا مشكله لهنا، مشكله في الترجمات ومشكله في المصطلحات. أيه؟ عندنا اشكاليه مصطلحات. المقصود بالممثل المساعد ما نعرفش هو يضر لي، ما تحطتش حتى ممثل مساعد عمليه ولا درشني. أيه؟ حطت حصيله مصطلح ما نعرفش، لكن فهمت الصياغ العام تاع المصطلح. أيه؟ زعما ماهوش دور اول معناها. تي مش دور اول، هذا هو القصد. وي هي طبيعه الدور تاعو ماهوش دور اول معناها مقاس قياسا بالمساحه الدراميه. لكن هي ما تقالتش مساعد راهو. أيه؟ مساعد نجم تفهم، ما نعرفش شنو الكلمه اللي تقالت عمليه ولا من درا منين جابوها معناها. ما هو فما هذوما هو فضفاض المعنى بصراحه، ما عنده حتى معنى. ما عنده حتى معنى. ايش يقول هما يعملوا هذه انا تعرضت لها قبل وحطوني ما نعرفش صاعد الاكتشاف تقول زحل معناها. يعملوا هكاك هذوما الاذاعات ويقحموك في المسابقات من غير حتى وهمية راهي، ووحدهم راهي وهميه. مي على كل حال وراهي مسيح حتى مسيح حاجات تشجيعيه دقيقه فوالا. على كل حال منصف العجنقي بغض النظر على انسياقه في المواقف المضاده ليا في وقت من الاوقات، حتى وان كان مساعد فهو ممثل اول وقبل الاول حتى مه. وهو مساعد ممثل رائع منصف العجنقي. لو كنت مكان الممثله بشرى السلطاني تعتزل الدراما خاطر ما عيطولكش المخرجين؟ لو كنت في مكانها. اذا ما عيطولكش ما عزلوك عاد فاش قاعد. اي اي اكزاكتومون. هم ما عيطولكش في رمضان تبطل تمثيل. لا لا اعتزلوا هما بالنسبه لي انا. فوالا. لا 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 ما نوافقش برشا. نفهم رده فعلها. نفهم معقول حسيا ردة فعل حسيا معقول. اي حسيا نفهم. انا في وقت من الاوقات قلت اعتزل الساحه الفنيه كممثل كأداء جو بونس. اي هاني قلت لك نفهمها حسيا نفهمها لكن رايك فيها في ادائها في اي ممثله رائعه. انا نحب نقول انه الافضل او الاصح انك تكون مكتفيه بذاتك مع ذاتك بغض النظر. الحكايه راهي مش بالتراكم مش بالعدد. مش بالتراكم مش بالعدد. مش بالعدد معناها فما ممثلين كبار وفنانين كبار في العالم الاعمال بتاعهم تعد على اصابع اليد الواحده ولكن اعمال قيمه معناها. لو كنت مكان مريم الدباغ تدخل لمخيم جيني في رمضان تصور بسلاح مكتوب عليه عبارات بالعبري. تصورني انا مكان مريم الدباغ. طبعا لا. اه؟ طبعا لا. شو طبعا؟ مكتوب عليه كلمات بالعبريه. تي وسلاح سلاح عبب. شوف شوف اي شوف قطعه شوف سلاح شوف سواء أنا كان أحنا سواء أحنا كان في الضفه الغربيه. فكرة ما عندناش فكره على مفصله، على الاقل انا ما عنديش فكره مفصله على اللي تعمل فيه. ظاهريا وما يبلغ مما تعمل فيه هو ايجابي. 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 لكن انا شخصيا رايي انه في الايجابي لا اقبل حتى تفصوله سلبيه. يعني مش خاطر باش نعمل حاجه ايجابيه ندخل في منطقه التنازلات. اي انا شخصيا لا. لا هي حره. فما شكون يحسبها لا يقول لك اعطيني النتيجه، المهم انه النتيجه او الهدف الكبير هدف سامي وهدف ايجابي بغض النظر على اليات الوصول للهدف هذاك وطرق الوصول للهدف هذاك والتنازلات اللي تخلي اللي لازمك تعملها باش تنجم توصل للهدف هذاك. وفما اللي لا بالنسبه لي انا ابيض اسود معناها. اي لو كنت في مكانها ما جاوبتنيش تقوم بمقامة مريم الدباغ؟ يا ليتني النجم يا ليتني كانت عندي تمشي. الإمكانية باش نمشي ولكن نمشي كيف ما أنا نحب نمشي. تدخل في المقاومة؟ شخص؟ أه شخص. عندك فكرة أنك تدخل الأراضي تدخل مثلا إلى قطاع غزة هو من المفروض أو حتى الضفة الغربية وتحمل السلاح ضد الكيان الصهيوني؟ من المفروض أن الكل في كامل العالم العربي الإسلامي في المقاومة. أنت يا مهذب حتى في بلداننا تحمل سلاح وتقاوم طبعاً المحتل طبعا في اضعف ايمان هذا اضعف حاجه نجم يعملها بشر كما نجمش السلاح نضرب بالحجر. واضح واضح. لو كنت مكان صادق حلواس تقبل تقدم سكتشات تلفزيه وتكون كرونيكور؟ لا. وممثل؟ لا لا هو ممثل صديقي صادق. تقعد ديما اختيارات راهو مش معناها نعيب عليه الشيء اللي يعمل فيه هو حر فيه. انا ما نعملش السكتشات و كرونيكور بتحفظ كبير برشا حسب نوعيه البرنامج وحسب عندك موقف انت حسب نوعيه الضيوف من في مش كرونيكور ها كروني ديكور هذايا لا اي كروني ديكور لا
هاك مشيت هاك مشيت. شنو مشيت لبرشا برامج. ما تسالش هاني نمشي مسالش. ما نمشي ونتعلم وبشوي بشوي نولي ننتقي. انا ما عنديش مشكل راو، انا ما عنديش مشكل، انا نمشي، اما نمشي بطريقتي، نمشي بشخصيتك، نمشي بشخصيتي ونمشي بطريقتي ونفرض انا اللي راه في الموجود، انا مانيش عصا سحريه باش نغير العالم. الحب في حياه مهذب مسكوت عنه الموضوع هذا، برشا يشوفوك صعب، برشا الناس يشوفوك قاسي وشخصيتك صعيبه. هاني انا اول مره نتقابل انا معاه، نتقابل انا وياك بالحق في التلفزيون، مهذب تظهر لي قاسي وصعيب ومحقدها شويه مهذب، وانا نحاور فيك تبدو لي شخص مهذب الساعه سمباتيك. كلمتك تقولها، قلت لك كلمه حب ابتسمت طبعا، بربشتك بكلمه صغيره، معناتها الحب في حياه مهذب. الحب هو فيه؟ الحب هو الحياه، ما فماش حياه من غير حب. ما شفتكش تحكي على مرتك مثلا؟ فيش قام نحكي على مرتي. ها؟ على خاطر نحبها ما نحكيش عليها. عليه بالعكس، تحبها تحكي عليها، اللي يحب يجرب حبه. اي وين المدام؟ انا والله اول مره نراها. معناتها تبارك الله عليها المدام. لماذا لم تجار بحبك لسيدة بيتك، لسيدة عمرك، مرتك، عشيرتك؟ اي اجاهر به لها وللناس، علاش لا؟ طبعا انسى يحبوا يا ماذا؟ انسى يحبوا. شو يحبوا؟ يحبوا يقولوا عليهم رجالهم اراكم تحبوهم، تي صحيح ولا غلط؟ معناها نعم بلاك نقول راني نحبك. لا لا، كي تويتي حبت ستاتو في عيد زواجك الى حبيبتي زوجتي. لا ولا تويتي ساعات نعملهم سيدة عمري مثلا. ايه تويتي نعملهم ساعات. بربي تعملهم ولا؟ والله ساعات جاه ربي عملتها. والله ساعات نعملهم رغم مانيش مقتنع برشا. علاش؟ خاطر مانيش في منطق العرض. مش عرض، هذه مشاعر. الحب معايشة أكثر منه تصريح. صحيح، أما التجاهر بالحب في 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 فترات معينة للناس راهو يظهر للطرف المقابل مدى الاهتمام. سيدي الطرف المقابل يعرف مدى اهتمامي به في تفاصيل حياتنا اليومية. يا سيدي هاك قدام الناس تو سألتك على زوجتك يا مهذب. ما 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 عندكش حق تسألني على زوجتي. وهيك جاوبتني حاجة باهية، أو قلت نحبها. طبعا عليه فوالا هاك جهر. ما تتصورش مرتك توا وهي تتفرج تشوف في مهذب مش فارس الفرسان، تشوف فيه شخص اخر مختلف كومبلت، يحب نساء. اي ما نتصورش انه نظرتها ليا باش معناها تتغير، باش تتغير على اني باش نجي قدام الناس نقول نحبها ولا ما نحبها. ولا تتغير ولا تتبدل. ما نعتقدش، ما نعتقدش علاقتي بها اعمق بكثير من هذا. اعمق برشا تقول انت. وعلاقه كبيره برشا اعمق بكثير من هذا. تسمع موسيقى مهذب ولا؟ طبعا الحياه ايقاع. شنو هي الانماط الموسيقيه اللي تسمعها؟ ما عنديش نمط معين، لكن ما عنديش نمط معين، نسمع تقريبا من كل الانماط. ديما تهمني برشا الكلمه. كلمه تهمني برشا الكلمه، وتبني وتهمني الصوره اللي وراء الكلمه. اي معناها ديما شوف مقياسي في اي في اي اغنيه ولا أغنية اي حاجه نسمعها هو وانا نسمع هل تهزني الفضاءات وتهزني العوالم اخرى؟ العوالم اخرى والا لا. ولا. أما أغنية مكنس. دون معنى ما تسمعش؟ لا لا ما تعني لي حد شيء، هي دون معنى دي بطبيعتها. عندك موقف مهذب من الراب؟ مش إجمالا، مش إجمالا، جزئي ظرفي. جزئي مش كان من الراب، حتى من الأغاني الأخرى. في الاستسهال. لا نحكي على الراب بالذات. هي عندي موقف من الاستسهال، ألا غالب عاد زاد أنا والجينيراسيون معينة زاد. أي فهمت. من الاستسهال، عندي موقف من الاستسهال. ولادك يسمعوا الراب؟ لا لا بي. باش نسمعك اكستري صغير. اقحي ما فيه اسمك. انا والله باش نسمع معك. انت شوف باش نبدا واضحين مع بعض الحوار هذا راني ريتو راني ما جهزتوش، عندي فريق اعداد يخدم هذوم. اقسم بالله العظيم ولا استحي من هذا، انا مهنتي مقدم برامج راه نلبس حوايجي نجي للاستوديو، عندي فريق يحضر، عندي اوريات ونتلقى الاسئله، وهذه الخدمه نخدم فيها عندي 27 28 سنه، اختيار مني انا، باش تكون المواجهه بيني وبين الضيف لا هي محسوبه، ولا هي فيها تاثير لا صداقه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وفريق الاعداد هما الحق نتاع ربي معناتها يحضروا العمليه، انا نقول نحب على نحب ضيفي مهذب الرميلي، عندي اطلاعكم على مهذب ونعرف، مي فريق الاعداد هو
اللي حظ. انا من بالاختصاص، اختصاصي هو التقديم وانتهى الموضوع. به اعطيني لك، اعطيني الاكستري اللي اول مره نسمع. فرح لي من قلبه تحكم على الراجل بالحديث قبل ما تقربوا. اعطيها للي كرهني حرام، تعطي في سد وصام في رمضان الزطل حرام. من غير ما تفسر لي كلام، ما تحكيش معايا كام، ما تحكي لي على الاجرام، نسينا لغه نسبه وعام. ما نجمتوش الشيء هذا، ما نجمتوش. نعرف اللي انا كيفاش يقولوا ستار فاشل، انا راني ستار فاشل، راني ما نجمش نعملها. ما ذوك نتاع الشب يقوش ميقع. شفت الفقر خزرت الخلف، عملنا فلوس بغينا سبدري بمية تلف. شق السوق اخويا تصرف. باش نبداو واضحين، انا ما فهمت حتى شيء من اللي قاعد يتقال. حتى لا لا موسيقيا ولا في مستوى الكلمات ولا وراسك انت. اول مره نسمع هذا. دونك تعملت عليك غنيه هذا. باه هي يعطيه الصحة وبارك الله فيه وفي بالي بالموضوع، وكنت صرحته سابقا بكل حب. طبعا هو ما ينجم يكون عمل الشيء هذا كان بحب اكيد، ولكن لانه المبادئ لا تتجزا حتى لا تتجزا معك حتى في الحب. اي بيان سور. قلت له انا زاد بكل حب بارك الله فيك، لكن راهو من المفروض انك تعلمني تشاورني باش تحط على صوتي. يعلمك على شنو؟ باش حط صوتي وحط اسمي. اي لكن ما دون لو بون سونس. نعرف ما مشيتش في الموفي سونس. نعرف نشفعوا له الغلطه هذه. والله شو مشيت شكيت بيه انا. ليه مش هذا القصد؟ هما نشفعوا له بالعكس. مانيش ما 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 موافق، وربي يوفقه وربي يوفقه وعلى حسن نيته وربي يوفقه. وسمعت عليه أصداء طيب انه حتى انسانيا هو محلاه معناها. لكن من واجبي، من واجبي اني نعلمه مع واحد اخر مع غيري، انه راه من المستحسن انك تعلم. وراك علمت مانيش باش يقول لك لا. بيان سور كان من الافضل وما يغير هو وغيره. وهي فرصه باش يقول حتى اللي باش يستعملوا اسمي او صوتي للنقد. واضح واضح. ما انا موافق. به لو كنت نقيب للممثلين التونسيين، صلاحياتك تسمح لك انك تشطب بعض الاسماء من الساحه الفنيه في مجال الفنون الدراميه، تشطب على بعض الاسماء من غير ما تذكر لي؟ لا لا شوف الساعه، انت تحكي على نقابه في تونس، ما عندناش احنا نقابه عندها صلاحيات هذه. فهمت؟ عندنا نقابات ولكن ما عندهاش الصلاحيات هذه. لا هي من المفروض النقابة يكون جسم حقيقي عنده القوة باش يفرض أسماء وباش تمر عن طريقه هو. إذا نحبوا نحكيه على نقابة كبيرة كما نحكيه النقابة في مصر، نحكيه النقابة في سوريا زادة في وقت من الأوقات، طبعا ما نكون ضعف السنوات الأخرى. أنه كل أنه اختيار الممثلين في سوريا في وقت من الأوقات، وهذا الشيء اللي تطور زادة ساهم مساهمة كبيرة في تطوير الدراما السورية، كان يمر عن طريق النقابة. كل شيء العقود مع الممثلين كانت تمر عن طريق النقابة. فمن حق النقابة كيف تلقى لهنا في الوضعية هذه، من حق النقابة كيف تلقى بعض الأشخاص اللي هما ما يمتثلوش للأخلاقيات العامة بتاع المهنة وغيره، أن تشطبهم من هالتعامل هذا. ما عادش هي ما عادش من التعامل، ما تنجمش تشطبه كفنان. كفنان لا، أما التعامل مع التعامل مع طبعا عنده حق. أما نقابتنا ما أبرز أضعف من هذا. لو للأسف. كنت نقيب الممثلين، شنو هي الاصلاحات اللي الاصلاحات في اولى اولوياتك؟ شنو هي؟ شو تصلح في هذا القطاع؟ قطاع الدراما او التمثيل؟ نعاود نقول انه للاسف الشديد اليوم النقابه في تونس غير قادره على الاصلاح. اي نقابه؟ اليوم في تونس النقابه غير قادره على الاصلاح. اي نقابه؟ وهي على خاطر اصلا ما فماش ايمان حقيقي بالعمل النقابي. بالعمل النقابي في اي مجال؟ في اي مجال. احنا في الوضعيه هذه للاسف الشديد، وربما هي رده فعل تتفهم على فشل العمل النقابي في وقت من الاوقات. ولكن ما تنجمش تحكي على مجتمع مدني دون نقابات. اليوم صعيب برشا باش النقابه تنجم تاسس لمشروع، لكن اذا كان تكون ثم الامكانيات باش تاسس المشروع، نحاول اني نعتمد النموذج السوري كمشروع. واضح. جديدك في المسرح وفي السينما مهذب الرميتي؟ في السينما ان شاء الله قريبا باش نبدا في تصوير فيلم جزائري، الى جانب ان شاء الله يعني فيلم طويل جزائري وفيلم قصير تونسي. ان شاء الله ايضا على مستوى السيناريو، يعني عندنا عمل مسلسل هو كان من المفروض باش تخدم السنه الفارطه، ولكن لاسباب انتاجيه ما توفرتوش الظروف الانتاجيه الملائمه. لحسن الحظ او لسوء الحظ ما نعرفش، انه السنه باش تخدم
خارج تونس لمنصة خارج تونس. هذوما تقريبا أهم الأعمال, اللي مركز عليهم الفترة الأخيرة. رجعت شوية لل احتميته بالقلم, احتميته بالقلم في على مستوى السيناريو, قاعد نكتب في حاجات. قلقتك مهذب؟ لا أبدا. أزعجتك؟ أبدا أبدا. سعيد جدا أن كنت بحذايا صديقي. أنا أسعد. معشكب علينا, ماذا بيا نعود ضيفك مرة أخرى إن شاء الله. فرحان برشا باللقاء هذا, دام تقريبا ساعة غير ربع, 50 دقيقة. تستحق أكثر من 50 دقيقة. شكرا لك مهذب رميلي, الممثل القدير مهذب رميلي على الحضور معنا. شكرا. في كلام الليل. ميرسي مهذب, يعطيك الصحة خويا. يلا رجعنا لكم, رجعنا لكم مشاهدينا الكرام في برنامج كلام الليل مع الفنان القدير. رغم صغر سنك أقولها الشاب سليم بالمبروك. أنا الليلة عملت سهرية بالشاب سليم وحده جودي بيان. أنا كنت نجم نجيب مطرب آخر معاك, نعرف, ولا زوز, نعرف, ولا ثلاثة, نعرف, نعرف. لا نحب الليلة سهرية بدوي, كان البدوي. ما شاء الله عجبتك سهرية, وإن شاء الله يا ولدي مازلنا مواصلين وعجبتني. ما لا لا, يلا سيدي نمشي. ولذكريات التلفزة التونسية المرة هذه مانيش باش نربط لا بالتسعينات لا بالسبعينات لا بالثمانينات. فما ذكريات في التلفزيون التونسي وقت اللي نتفرجوا فيهم توا يذكرونا بصغرنا, يذكرونا بطفولتنا, يذكرونا بأحداث أيضا تاريخية وقعت في البلاد, بأحداث سياسية, بأحداث اجتماعية. وقت اللي نشاهد حتى لقطة متاع الشهار تعدات في التسعينات, أنا نذكر وقتها حدي في الباك مثلا, وقت اللي يتعدى مثلا ذاك الكوميك متاع ماجد, أنا ماجد لعبة خشبية, موهبة ربا, نتذكر وأنا نقرأ في الابتدائي. هذاك علاش نركز برشا في نوستالجيا اللي باش تشاهدوها مباشرة الآن. طب يا وطني مهما يطول في حالي بتأني جوارحي من غربتي وتعذب هجرة أشواقي, أعود إليك عاشقا وحبي من الأعماق. في كل يوم وفصل بينكم وبين تونس همزة وصل. وهذه مشاهد وردت علينا من المنستير اليوم تجسم فترة السباحة قضاها فخامة الرئيس هذا الصباح بشاطئ إسقالس. في الأثناء شرعت ولايات الجمهورية كما لاحظتم في برنامج فرحة الشعب الذي يأتيكم كل يوم قبيل توجيهات السيد الرئيس, شرعت في تقديم برامجها الثقافية احتفالا بعيد ميلاد المجاهد الأكبر. وفي هذا الإطار حضر فخامته عرض البرنامجين الثقافيين لولايتي تطاوين وبنزرت. فما ياسر ولاد يخدموا في المعامل هكا يتعلموا الصنعة, وإلا في حوانت يتعلموا التجارة, وإلا في الحقول منهم يتمتعوا بالطبيعة ومنهم يتعلموا الفلاحة. ايش قال؟ ايش قال؟ قال اي.
ما وفي عيبك انك علينك بنت وتعالي عيبك انك خالفتي العهد ما وفي عيبك انك علينك بنت وتعالي بعيد من ينسى لحك ساعات جاملك بالرغم مع السيئات عيب مني سامحك ساعات جاملك بالرغم مع السيئات بكتني ظنيت عيب أنا اسمي ماجد ماجد دايما متواجد ماجد لعبة خشبية ماجد موهبة ربانية ماجد موهبة ربانية أعطاني الله صوتا ولسان أسمع وأرى أصحو وأنام أحب الله وأحب الكون فأريد أن أصبح يوما إنسان كانت هذه ذكريات التلفزة ذكريات التلفزة التونسية دون تحديد لا تاريخ ولا كذا خطر البعض ساعات يقول لك لا هذه في الثمانينات وهذه في نقعدوش نتناقشوا تو ثمانينات تسعينات خمسينات هاي ذكريات التلفزة التونسية حتى عندها 10 سنين نعتبرها ذكرى يلا سليم سيدي عانيت من الحقرة والتجاهل في بداية مسيرتك خنقولوها برجولية اسمعني اسمعني انا نعرف البداية وقتها انا نعرف انا عرفني بيك صاحبي عمار عمار ايه عمار الله يذكره بالخير الله يذكره بالخير قال لي فما وليد يا علي تسمع باش تسمع حاجه مخك يقف اما اش قال لي عمار وقتها قال لي راهو محقور يا علي حقرين قال هيلي اسمعني ما تتعجبش خليني نتكلم خذ راحتك راهو يحقروا فيه في التلفزه الي بوك راهو عنده برشا الحكايه راهو ما يحبوش يعديوه خاطر هو شباب ويغني في البدوي ويغني في الغناء فهمت وراك ماك تعرف ما يتقبلش في العاصمه ويقولوه هذا اسمان اسمان يقولوه وفما برشا من الناس تو عطاوني سيديات وبعثوا لي على واتساب من داخل الجمهوريه وما نلقالهمش الوقت باش نعديهم خطر برشا ما نجمش يقول لك لا حقرني يا ودي والله ما نحقر حد راني راني عندي كالندري مسكر ليزيميسيون هي على ظروف الظروف الصعيبه باي فنان باش يمر بها لا 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 تو باش نجيك ليك انت عنيد من الحقره ولا لا باش نقول لك لا باش نقول لك لا عنيد شكون اللي حقروك؟ او صحيح خلينا من ذا لا 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 هنا اللعب بعشانا شكون اللي حقروك؟ فماش شكون اللي حقروك؟ والله برشا شو ما توا راني متصالح معاهم وما عنديش معاهم مشاكل لكن عريت المشكله اي انا مش نحكي انا مش نحكي لك مش نحكي لك مش قبل الخطا اللي يقع فيه فنان هو هذا هذا البياج خاطر كي تدور الدنيا وتمشي معاك الدنيا يوليو ما عادش حقروني لا 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 شو فعل الحقره فعل خايب بالعربي نتاع قله رجوليه تحقر الراجل صحيح انه يغني بدوي شكونك انت اصلا باش تحق الراجل يغني بدوي وصلنا للمرحله هذه كيف شو فما اعلاميين اللي ما حقروني 100% معناها شوف اللي حقرك ما تسميهوليش ما نحبش نسمع اسمه يعني ما با حتى 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 وكبرنا وكبر الاسم شويه ولو ان ما زلنا
ما زالت ثنية تو يكبر تو يزيد يكبر فهمتني، لكن معناها ترام اللي ما 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 مش ما عبارة كأنك ماكش موجود، ماكش موجود في الساحة، ماكش تغني، ماكش موجود في المتعة تعداش قدامه. فما شكون اللي يسمع حس الذكرى يتقلق، شنو هاد القعير هذايا؟ صحيح ولا مو صحيح؟ تي حتى يسمع مزيان اليوم هذا تراثنا يا علي، نقول لك حاجه، اليوم هذا راه تراثنا والذكرى، اذا كان باش نسلموا فيها واذا كان باش يعني باش 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 نتجاهلوها كما نقولوها بلغه الشارع، راهو اليوم الذكرى راه باش تذيع وباش تندثر. انا شنو الحاجه اللي ديما نقول لك راهي متعبتني، هو انك القلم هذا يلزمه راهو ميراس من حاس، راهو دزان ما عندكش ادنى فكره باش تنجم انت تفرضوا في الساحه هذه مع الاسامي الكبار الموجودين مع فما مدير عملك محمد جورج. هاي. عاونك برشا. شوف انا محمد جورج نعرفه بكذا، محمد جورج نعطيك حاجه، ثم نسبه 90% اللي هو الكود ما نتاعي، لو ما جاش هو ناكد لك راني بطلت، راني ايست، راني قصيت منها الخدمه هذه جمله، على خاطر برشا مرار وبرشا حشاك سامحوني بالكلمه، حتى الساده المشاهدين برشا مضام تشعل ناري وزادت عليا مواجعي وهمومي جيناها ياسر، معناها تحس قلت لك ثم تجاهل كبير للفن البدوي اللي هو راهو اصاله، اللي هو تراثنا، اللي هو اليوم القلم هذا اذا كان معناها انت ما تحبش تعديه وهذاك ما يحبش يعديه وهذاك يستحقر ويقول لك لا ما نحبش نعديه، راهو مش يندثر. اليوم الفنان كي مش تعطيه شانس باش يتعدى، ومش باش تعطيه شانس باش ينجم يقدم البرودوي نتاعو، وين باش يعديه؟ صحيح اليوم فما ديجيتال وفما يوتيوب وفما دي بلاتفورم على الديجيتال، سامح على الديجيتال، يوتيوب بعث لك درع بمناسبه 100,000 ابوني للشان نتاعك في امور ديجيتال ما تفتلكش ما تلعبش، نخدم على الديجيتال فوالا، نخدم على الديجيتال حتى احنا راه تونسنا ايجا نقول لك باش نبدا واضحين نتبع في الارقام استنى لا 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 معك جماعه اللي احنا لولانين ولولانين، كل واحد يقول على روحه هو لولاني يا سيدي لعلم، قناه تونسنا او بالارقام ولا باللي تحب، قناه تونسنا ملكه الديجيتال في تونس، قناه تونسنا الكل هالقناه ببرامجها الكل، ما نجبدش على كلام الليل برك، كلام الليل عنده فيها نصيب صحيح، برامجنا الكل قناه تونسنا الكل هي ملكه الديجيتال في لابروش دو تيليفزيون في تونس. احنا الاولاني هو اليوم الديجيتال عليه ديجيتال، الديجيتال باهي للفنان فيش معناه انه يقرب يقرب وسيله، وحتى اون سي جامي مثال كيما نقولوا هبط مثال خدمه غنايه كليب ما مشالكش، راهو باش كون متاكد باش يمشي باش ينجح لك البرودوي اللي بعده، ما مشالكش البرودوي اللي بعده راهو باش يمشي، يعني ليسونسييل الخدمه المسترسله العمل يعني تدارك حتى الاخطاء اللي غلطتهم مثال في البرودوي الاولاني تحاول انك تصلح، تحاول قوه الانتاج هي اللي باش تجيب هي باش تجيب لك الخدمه وباش تفرضك في الساحة. بالضبط يزيني من الكلام ايش باش تسمعني تو؟ تو نحب نسمعك مثلوثي مباشرة مع الشاب سليم مثلوثي ونص. الله الله يا فيك سعالك تونس يا زين البلدان، نحكي على بحورك وجبالك والصحراء مرتع من الغزلان، نحكي على بحورك وجبالك والصحراء مرتع للغزلان، وطبايا
وطبايا اهلك ورجالك وعروشك في كل مكان. يا وعالي قدرك غالي شانك، علي قدرك غالي شانك، من بنزرة البنجردان يا علي على خاطرك. وعقب بين وهرة متسمي لنا حاذي طماع، ويردان غنى في فني ونوسي الملتاع، زعزع خاطر من قابني واحساسي وجاع. نقول الملزومة حسوا قرجومة، ولفن الطباع ولفن الطباع، انا فني بالصبرة بتاع مخلوقي. يا ناري يلا يلا يلا. ناس الرجلة ولاد عيار تنادي وثور، ونجيب الغنى بإحساس ونغني الجلاصة، الناس تشيلك فوق الراس تبريدك لو الجاع. نقول الملزومة حسوا قرجومة، والفن الطباع والفن الطباع، أنا فني من الصغرى بالداع مثلوثي. ولفن الطباع ولفن الطباع، انا فني
برافو برافو برافو، يعطيك الصحة. غنية مثلوثي، غنية غنية مثلوثي هي من كلمات وألحان الشاعر الممتاز زياد العجنقي. بالمناسبة زاد حتى صفي غربال معظم الإنتاجات بريس مع زياد، وقت التصوير بتاعها تصوير الكليب وقتها صوروا خويا وصديقي إبراهيم ننتر بويس، نقولوا إن شاء الله كل عام تحي بخير إن شاء الله. والغناية وقتها الحمد لله عملت نجاح باهي نجحت مشيت برودوي مشي 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 الحمد لله. عملت يوم مع إيمان الشريف. اي علاش إيمان الشريف ساعة؟ والله الاختيار هو جاه هكاكا، هي الغناية انت اخترتها انت اخترت لا لا هي الغناية هي الغناية بتاعها بتاعها دونك هي اللي اختارتك هي اللي اختارتك. علاش اختارتك؟ إيمان ما تختارش هكاك، أنا نعرفها إيمان ذكية وعندكم نفس مدير الأعمال يظهر لي جورج. أي. محمد جورج هو مدير أعمال وقتها نحكي. أي في وقتها أي وقتها أي دونك جورج هو صاحب الفكرة. اي تقرب الفكره شويه جورج وان بليس كوسا هي زادت سمعت معناها سمعت يعني خاطر وقتها كي البارول سمعناها مع بعضنا وسمعت هي برشا اصوات من جمله اصوات وقت اللي جات للاستوديو واحنا قاعدين نصبوا في الاغنيه سمعتني انا فانبهرت. شكون اللي استفاد اكثر ايمان ولا انت؟ والله استفدنا زوز اكثر ما نجمش نقول لك شكون استفاد. انا رد بالك ايمان قلبت المعمعة. كيفاش؟ إيمان تحضر في سبيكتاكل في تكريم لإسماعيل الحطاب. يا ربي يوفقها. ربي يوفقها. أنا نحبها في فرنسا. نحبها ونقدرها. مدعو للمشاركة أنت في العمل هذا ولا؟ كيفاش؟ مدعو من قبل إيمان للمشاركة في العمل هذا ولا؟ بور لومون ما فما حد شيء، ما تمتش استضافتي، ما في مازال ما فيش العمل. مازال بالك تستضعف. أما إذا 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 فما شانس باش نتعاملوا مع بعضنا في عمل آخر والكذا على الرحب والسعد. بالعكس إيمان شرفني تعاملت معها في الغناية نتاع مولات الحنة. وإنسانة معناها بروفيسيونيل برشا في خدمتها وتبارك الله عليها حتى كصوت كذا معناها الغناء. ما تعملش في الرشارش ليكيب دو فريق الاعداد يلوجوا اشرف وأميمة وريهام يلوجوا نلقاو لك شي عركه نلقاو ما لقيت لك حتى شيء. لا شي دخلنا في عركه يا خويا انا مسالم العقل انا نعرفك والله انا مسالم نحب الفنانين الكل وزملائي الكل بصفه عامه نقول لهم ان شاء الله كل عام تحب خير ما عندي مشاكل مع حد وما نحب نعمل مشاكل مع حد وانا نعيش باش نوصل المزيكا بتاعي ونوصل فني لا اكثر ولا اقل. شنو هو الجديد اللي عندك؟ عندك مهرجانات عندك اعمال؟ ان شاء الله بينتو حضرنا لي دوسي ان شاء الله فما حضرنا لي دوسي وقدموا باش نقدموا للمهرجانات واللي فيه رضا والخير ربي يسال فيه واذا فما حاجه على الرحب والسعة. على الرحب والسعة. قبل ما نسمع الغنية الاخرانيه نتاعك نحب نقول لك ساعة قلقتك ولا لا؟ والله لا بالعكس والله فرحان اليوم فرحان انك كنت وحدك معايا. انا شو انا باش نكون فرحان اني موجود معاك بحكم لي انا وياك معناها ثم علاقه تربطنا احنا اصحاب. لا علاقتي انا خلاص نحن اصحاب معناها فما قدر ما بيناتنا حتى في يعني حتى في الانفيتاسيون كي استدعيتني معناها تحس ثم انسان ينفيتيك قلب ورب معناها فهمتني نجي اجيتك فرحان ايميسيون حلوه برشا وفرحان باش نكون معاك وفرحان باش نصافح الجمهور اللي يتفرج فينا كسوا جمهورك انت وجمهور الايميسيون هذه كسوا جمهوري زاد نحب نصافحهم اللي هما انا عندي مده مع عليها راني ما تعديتش في الميديا. نعم في بالي في عندي مده ما تعديتش معناها وزاد جمهورك يسالك يقول لك يا اخي انت وينك تشبيك تشبيك ماكش عادي وفيك يعني نقول لهم راني جمهوري راني موجود وراني قاعد نخدم وراني قاعد نحضر في بروجي جديد معناها عندي برشا خدمه قاعد نحضر فيها جديده وبرشا موزيكا جديده معناها بالتعاون حتى مع العازف الممتاز رمزي المجري مع عديد الموزعين قائد الفرقة نعم ان شاء الله تحية كبيرة لي رمزي المجري. انا اللي عجبني في شاب سليم ها نقول لكم صراحة هو اللي جهز ليميسيون هذه كلها من السونوريزاسيون انت بطبيعة الحال جورج نظمت انا وياه لكن انت حضرت هالسبكتاكل البلاتو هذا كله الحق بتاع ربي في المستوى الصوتي وفي مستوى الفرقه وفي مستوى الواحد كان على عاتقك الكل. اكيد اكيد ونعرف دي صار ما بيناتنا ديسكسيون صغير انا وياك وتمشي وتوصي وقلت لك يا علاء امشي وتوصي ونقول لك يا سليم تنجم روحك والا ليه؟ اليوم يا علاء رانا قال لي نصدم قلت له وحدك راهو قال لي نصدم سامحني علاء اليوم رانا في مرحله نتاع انسان لازم يكون بروفيسيونيل في خدمته بالضبط والبونكتياليتي في الخدمه زاده مهمه برشا كسوا في السونوريزاسيون كسوا في العازفين كسوا في الفرقه كسوا في الفن كسوا حتى في في في, في, في اللبس وكذا يلزمنا نكونوا معناها ناس محترفين في كل شيء واليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الايميسيون هذه تعجب الناس وان شاء الله المصافحه هذه من خلالك انت حتى المعارين يزيد يكمل يتعرف عليه ان شاء الله.
شو باش تغني لنا الغنية الأخرانية؟ أنت سمحة وزينك واتاك ومزيانة وشبابة ويا طفلة قولي لباباك وجيناك بخطابة. فرقة محمد جارج وشاب سليم يلا. We'll be right back.
ومن حبك راني متكدر يا ام خدود نكيه يا مولاد الزين معبر يا وصف الريفيه عالبعدك ما تقدرش نصبر وحشك جار عليا جيت خافت باباك نخبر صح ماشي نهي جوابه دي سمحه وصيلك وادك مزيانه وشبابه يا طفله قولي لبابا شلاكم خطابه ترد علي الشيرة كلها بنتي اليوم صبية وما عادتش صغيرة والخطابة تخطب فيا كل واحد من شيرة ودي علاش تعذب فيا والمكتوب تنابى سمحة وزينك وأداكو مسيانة وشبابة يا طفلة قولي لباباك شيناكم الخطابة الله شروط ناين وفينا نكتب لا بعدالة عالما يكسم ينفح ويلة ومن الزيتون الصابة يسمها وزينك وقتك مسيانة وشبابة يا طفلة قولي بابا عايش عندك رميرسيمون؟ عندي رميرسيمون ماذا بيا نحب نشكر اصحابي اللي يعيشوا البر الكل بصفه عامه بما فيهم صديقي وحبيبي خالد عمار اللي هو انسان يعني ياسر انسان عامل معي برشا باهي اصحابي الكل بصفه عامه حتى عمار وبرشا معناها الاولاد الكل الاولاد الكل بصفه عامه يكثر خير من والديهم حبيباتي ناس الكل نقول لهم ان شاء الله كل عام تمحي بخير نحب نعيد زاده حتى لاصحابي لنا في تونس معناها فاضل العمراوي خويا عماد اليفرني هذوما ناس اصحابي واصحاب جورج وناس اللي يعني توقف معك بالفم والملا ويدزوا معك بالكلمه الحلوه وناس اللي تواسيك والناس اللي واقفه معك بقلب رب نقول لهم ان شاء الله كل عام تمحي بخير وربي يحيكم بخير ومرسي انت زاد على استضافه برجع نكون ضيفي تحية كبيرة للشاب سليم ميرسي سلومة ميرسي عايش ربي يا خويا ربي يا خويا
هكذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذا العدد من برنامج كلام الليل. نحب نشكر جمهور الأكاديمية الدولية للتدريب الإعلامي. شكرا لك دكتور محمد بن إبراهيم. اليوم راهو الجمهور اللي حضر معانا حضر في درس تطبيقي اللي هو درس التقديم التلفزيوني. جاوا زاروا مقرات القناة وشافوا كيفاش تفاصيل العمل للتلفزي الكل، وكانهم حاضرين رغم لهنا في الجمهور إلا لأنهم يتابعوا. فما درس في الاوديو فيزيوال اسمه الملاحظة. اليوم انتوما لاحظتوا عمل مقدم برامج تلفزيوني. مرحبا بكم جمهور الأكاديمية الدولية للتدريب. دكتور محمد بن إبراهيم شكرا لك، يعطيك الصحة، تحية كبيرة لكم، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. ايضا نحب نشكر تروب محمد جورج، يعطيك الصحة محمد جورج. محمد جورج راو مش بالفرقة بركة لانه هو اللي ينظم معايا ليميسيون هذه الكل. ميرسي بوكو محمد جورج على التنسيق وعلى تنظيم هذا البرنامج في استضافة الشاب سليم. ايضا ميرسي بوكو مستاش فيرس لكشاو، ميرسي بوكو جوزيف كواف محمد اللجمي، جوزيف كواف لاك دو وجردان كارتاج، ميرسي بوكو كريستال لوكس، ميرسي بوكو ايضا يعطيكم الصحه. ايلي كونفور ميرسي بوكو ايضا يعطيك الصحه. وداو تاون العوينه ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. نلتقي ان شاء الله في موعد تلفزيونيه قادمه في برنامج كلام الليل. الى اللقاء. We'll be right back.
كريستال لوكس تشكيلة رائعة من الثريات بقطع كريستال عالية الجودة من الشركة الدولية لصناعة الكريستال. كريستال عصفور بريق لا مثيل له. كريستالوكس تصميمات تونسية بمواصفات عالمية بجميع المقاسات وتناسب جميع الفضاءات. كريستالوكس تصنيع حسب الطلب. الفرحة ليكم والعرس علينا، ما تخمم في شيء. سواري في اي بي اسبري رافيني، أرقى سهرات في أضخم الفضاءات. ألمع نجوم الغناء في تونس والعالم العربي. أجمل الديكورات. فرقة المايسترو سوفيان السيالة لتنظيم الأفراح، تبيلك في ليلة العمر وأحلى المناسبات. تروب سوفيان السيالة سبيسيال ويدينغ تونيزيا.